شادين شي حقام من بثميثه هشادين شي حقام من بثميثه الآيان المسيح قام من بين الأموات يا ربنا وإلهنا برحمتك نحن الضعفاء لنحتفل بقيامة ابنك الحبيب بتهاليل روحية يا رب الكل الآب والابن والروح القدس إلى الأبد Oh,
تعليم القيامة للملفان يعقوب السروجي. لقد حملني اليوم فرح مملوء حكمة وتمييزا لأكرر كلمة النبي القائل: هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، فلنبتهج ولنتهلل به. هذا هو اليوم الذي لم يكن قبله مثيلا ولا بعده شبيها. هذا هو العيد العظيم، فخر ومجد جميع الأعياد. هذا هو الفرح البهيج الذي منحه الله الابن لكل الكنائس. فهلم بسلام يا يوما جديدا بدد سلطان الظلام. هلم بسلام يا يوما لا يشبه أول أمس، إذ بددت ظلمات الليل القديم. هلم بسلام يا يوما نيرا حاملا بشرى الانتصار، يا زارعا زرعا صالحا في آذان التلاميذ. أول البارحة ضرب الراعي فتبددت خرافه، اليوم هربت الذئاب وابتهجت الرعية. أول البارحة يهوذا ارتشى، قيافة يشير، حنان يشكو، الكتبة في سجس، بيلاطس لا أبالي، سيدنا محتضن العود، أندراوس يهرب، شمعون ينكر، وجميع التلاميذ مختفون خوفاً من اليهود. أما اليوم فقيافة مبهوت، حنان خجلان، يهوذا مخنوق، الفضة مرذولة، الكتبة صامتون، رؤساء المجمع يسترون وجوههم، اللاويون يبكتون بعضهم بعضا، بيلاطس يتعجب، الراعي مع رعيته، ورعيته استنشقت رائحته فانتعشت. ومن بعد هذا ظهر الرب لمريم المجدلية ولبقية النساء. أما الرسل فبوجوه مشرقة أعلنوا قائلين: إننا نعلم إن المسيح قد قام من بين الأموات، ولن يموت أبداً، ولن يتسلط عليه الموت قط. وحيث إلى هذا الفرح دعينا، وإلى هذا العيد حضرنا، فلنعانق بعضنا بعضاً بالمحبة، ولنقبل بعضنا بعضاً بالمودة، ولنتبادل السلام. السلام معكم جميعاً، لأن السلام هو زوال العداوة القديمة، لأننا إلى السلام دعينا، ولأجل السلام اجتمعنا اليوم كعادة كل سنة. القيامة عليكم والحياة بالمسيح، فلنحب بعضنا بعضاً من كل قلبنا. يا أحبائي صفقوا جميعاً، ومجدوا تمجيداً، وعظموا عالياً، سبحوا روحياً ذاك الذي في مثل هذا اليوم قام من بين الأموات، وبقيامته أقامنا جميعاً. آمين. وكما وعد اللص الأيمن قائلاً له: اليوم تكون معي في الفردوس،
ليؤهلنا لاستقباله يوم ظهوره، فنشترك في ملكوته السماوي. آمين. أودي الأخبعين تربثا هللويا، هللويا هللويا هللويا. يا ربنا وإلهنا، إذا ما فاح عطر محبتك الزكي واستنارت نفوسنا بمعرفة حقيقتك، نكون أهلاً لاستقبال تجلي ابنك الحبيب من السماء، وهناك نرفع إليك الشكر والتسبيح بلا انقطاع في كنيستك المكللة المليئة عوناً وخيراً، فأنت الرب وخالق الكل إلى الأبد. التمار شاري رايث من أحمانة بغرين والتبار قطا ودنوشاثا ومن أطرانا مينة حيين الأخمار حيوينا نودي ونسجد ونشبع بخلع الدنمار أدخال العلمين. Oh.
ربنا وإلهنا أنر عقولنا وقلوبنا لسماع وصاياك المحية وفهمها، وهب لنا بنعمتك أن نجني منها المحبة والرجاء والخلاص. لك المجد بلا انقطاع يا رب الكل، الآب والابن والروح القدس إلى الأبد. اجلسوا وانصتوا إلى قراءة من نبوءة إشعيا بارخمار. قومي استنيري فإن نورك قد وافى ومجد الرب قد أشرق عليك. ها إن الظلمة تغطي الأرض والغمام المظلم يشمل القلوب، ولكن عليك يشرق الرب وعليك يتراءى مجده، فتسير الأمم في نورك والملوك في ضياء إشراقك. ارفعي عينيك إلى ما حولك وانظري، كلهم اجتمعوا وأتوا إليك. بنوك من بعيد يأتون وبناتك يحملن على الورك. حينئذ تنظرين وتتهللين ويخفق قلبك وينشرح، فإليك تتحول ثروة البحر وإليك يأتي غنى الأمم. كثرة الإبل تعطيك بكران مدياً وعيفة، كلهم من شبأ يأتون حاملين ذهباً وبخوراً يبشرون بتسبيح الرب. وكل غنم قيدار تجتمع إليك وكباش نبيوت تخدمك. تصعد على مذبح رضاي وأمجد بيت جلالي كلام الرب. مريم لخذوا صرعا، مريم لخذوا صرعا على قيام تدمشي حان يا قار بزمي راثيا. أدرو حاهي
هللويا هللويا هللويا. مبهر طالا يا مارا ولاها خوشا وديا تدمصيث خو فهمخ اشماء بسيمت بقدان دي يخ مخهيان ولا هاي هلان بنعمه دي يخ ورحمه دي يخ تقطفخ من نين فائده حب وامود وخلاص دك خاشخ تقيانه وتبغرا مزمرخ طالخ شو حد لبطاله بكل عدانه يا مارت كل بابا وبرونا روح القدس العلمي. رسالة بولس الرسول الأولى إلى القرنثية يقول: يا إخوة بارخ مار، يقول يا إخوة إن المسيح قد قام من بين الأموات وهو بكر الذين ماتوا عن يد إنسان أتى الموت فمن يد إنسان أيضا تكون قيامة الأموات وكما يموت جميع الناس في آدم كذلك سيحيون جميعا في المسيح كل واحد ورتبته فالبكر أولا وهو المسيح ثم الذين يكونون خاصة المسيح عند مجيئه ثم يكون المنتهى حينما يسلم الملك إلى الله الآب بعد أن يكون قد أباد كل رئاسة وسلطان وقوة والنعمة والسلام مع جميعكم يا إخوة آمين. Shalom.
قديش أدمراني شو عم شي حال كارز وثاد يوحنا في الأحد جاءت مريم المجدلية في الغداء وظلم باق إلى القبر فرأت الحجر مدحرجا عن القبر فأسرعت وجاءت إلى شمعون الصفا وإلى التلميذ الآخر الذي كان يسوع يحبه وقالت لهما قد حملوا الرب من القبر ولا أعلم أين وضعوه فخرج شمعون والتلميذ الآخر وأقبلا إلى القبر وكانا مسرعين معا أما ذلك التلميذ فبادر وسبق شمعون وجاء إلى القبر أولا تطلع فرأى الأكفان موضوعة لكنه لم يدخل ثم جاء شمعون وراه فدخل القبر فشاهد الأكفان موضوعة والمنديل الذي كان معقوداً على رأسه ليس مع الأكفان بل ملفوفاً وموضوعاً في مكان على حدته حينئذ دخل ذلك التلميذ الذي جاء أولاً إلى القبر فرأى وآمن لأنهم لم يكونوا بعد يعرفون من الكتب إنه مزمع أن يقوم من بين الأموات وذهب التلميذان أيضا إلى موضعهما وأما مريم فكانت واقفة عند القبر تبكي وفيما هي تبكي تطلعت في القبر فرأت ملاكين بثياب بيض جالسين أحدهما عن الرأس والآخر عن الرجلين حيث كان جسد يسوع موضوعا فقال لها يا امرأة ما يبكيك قالت لهما إنهم حملوا سيدي ولا أدري أين وضعوه قالت هذا والتفتت إلى خلفها فرأت يسوع واقفا ولم تكن تعلم إنه يسوع فقال لا يسوع يا امرأة لما تبكين وما تطلبين أما هي فظنت إنه البستاني فقالت له يا سيدي إن كنت أنت قد حملته فقل لي أين وضعته لكي يمضي وأخذه قال لا يسوع يا مريم فالتفتت هي وقالت له بالعبرانية رابوني يا معلم
قال: لا يسوع، لا تلمسيني، لأني لم أصعد بعد إلى أبي، بل أمضي إلى أخوتي وقولي لهم: إني صاعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم. حينئذ جاءت مريم المجدلية وبشرت التلاميذ بأنها رأت الرب، وأنه قال لها هذا. وشوحا لا لا مناي منذ العهد القديم أراد الله أن يقيم علاقة مع الإنسان، فاختار له شعباً وقطع معه عهداً بأن لا يتركه، لا بل يحرره، يخلصه من الظلم، من العبودية في مصر. ليس هذا فقط، وإنما ينزل ويسكن معه ويرافقه في ترحاله في البرية، ويقوده إلى أرض الميعاد. وعندما يجوع يطعمه المن والسلوى، وعندما يعطش يفجر له الماء من الصخرة. كل هذا يعلمنا ويقول لنا بأن الله لن يترك شعبه ولن يتركنا. أنتم تكونون لي شعباً وأنا أكون لكم إلهاً. هذه الأمانة العهدية، أمانة الله مع شعبه، تظهر اليوم بوضوح بقيامة يسوع المسيح ابنه وابن هذا الشعب الذي اختاره الله. فيسوع بقي أميناً على العهد مع أبيه حتى آخر لحظة من حياته، كان يصلي لتكن مشيئتك، لأنه عاش حياته بعلاقة قوية مع أبيه. وكما رأينا البارحة قساوة البشر بصلب يسوع وأمانة يسوع وصمت الله، نرى اليوم عمل الله. الله يقول كلمته الحاسمة ويبرهن على أمانته على العهد والوعد الذي قطعه مع الإنسان بأن لا يتركه، ولهذا يقيم يسوع من الموت. هكذا سينفتح لنا باباً للخلاص بواسطة يسوع المسيح، فكل من يؤمن به يخلص. كل من يؤمن ويقبل بتدخل الله في حياته لكي يغيرها يخلص. حدث القيامة قد حدث مع يسوع المسيح، ونحن اليوم نجعل هذا الحدث حاضراً الآن من خلال الليتورجيا. ولكن كيف نعيش اليوم هذه القيامة؟ كيف نجعل قيامة يسوع مستمرة في حياتنا وفي العالم اليوم؟ علينا أن نثق بأن إلهنا معنا ولن يتركنا. علينا أن نميت الخطيئة الساكنة فينا ونحرر ذواتنا. علينا أن نقوم نحن أيضاً. والسؤال: كيف بإمكاننا أن نقوم؟ ربنا يتدخل ويقول: يا إنسان، أنا حاضر معك، أنا أساعدك. فعلينا أن نحبه، أن نؤمن بحضوره معنا، أن نبحث عنه وبحرقة قلب ودموع كما فعلت مريم المجدلية،
أن نسأل ونستفسر منه: أين أنت؟ أين هو؟ علينا أن نصغي إلى صوته عندما يكلمنا، وذلك من خلال الكتاب المقدس والصلاة والتأمل اليومي، وهو بدوره سيسمعنا كما سمع المجدلية تبحث عنه، كما حاورها سيحاورنا، وعندما نكتشفه سنفرح وسوف يغير حياتنا، سوف يمسح دموعنا ويخفف حزننا، سوف يعطينا الطاقة لكي ننطلق إلى العالم وإلى الآخرين ونبشرهم بهذا الفرح والسلام. اليوم نحن المسيحيون أمام مسؤولية كبيرة، لأنه بنا ومن خلالنا ومن خلال سلوكنا تتواصل قيامة يسوع في العالم، وهي أن نجعل يسوع حياً في وسط العالم بمحبتنا لبعضنا البعض ورحمتنا لبعضنا البعض. قيامة مباركة عليكم جميعاً، على عوائلكم، قيامة ملؤها الحب والخير والسلام لنا وللأردن الحبيب ملكاً وحكومةً وشعباً، ولوطننا العزيز الجريح العراق وفلسطين وسوريا ولبنان وللعالم أجمع. قام المسيح، حقاً قام. كلمة شكر أحب أن أوجهها بهذا القداس الإلهي لمطرانية الروم الكاثوليك اللي فتحوا أمامنا هذه الكاتدرائية الجميلة حتى نحتفل بقداس عيد القيامة، وشكر أيضاً لقناة نورسات الفضائية اللي ترافقنا دائماً في احتفالاتنا وتنقل قداديسنا إلى أهالينا في العالم أجمع. ربنا يحفظهم جميعاً ويحفظكم، آمين. لنقف بفرح وابتهاج ولنطلب بثقة قائلين: ارحمنا يا رب. يا رب، من أجل أن يتحقق فينا وبيننا سلام قيامتك ويحررنا من كل خوف وقلق، لا سيما في هذه الظروف الصعبة، نطلب منك. يا رب، من أجل أن نمد أيدينا إلى بعضنا البعض متكاتفين مسنودين بنعمة قيامتك، فننهض لبناء الشركة والأخوة بيننا وبين جميع البشر، نطلب منك. يا رب، من أجل بلدنا وشعبنا وكل البلدان والشعوب، لكي يسود فيها السلام والعدل، ويعمل كل منا بسخاء في بنائها مادياً وثقافياً واجتماعياً وروحياً، نطلب منك. يا رب، من أجل بلدنا الثاني الأردن العزيز، ومن أجل قائده جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم، لكيما يحفظه ويرعاه ويسدد خطاه، من أجل قيادة هذا البلد الذي ينعم بالأمان والاستقرار والسلام، نطلب منك. ارحمنا.
الأجل أيها الرب الإله القدير، إننا نستودع نفوسنا بين يديك متضرعين أن تكمل معنا نعمتك وتفيض بواسطتنا موهبتك وتغفر برحمتك خطايانا يا رب الكل، الآب والابن والروح القدوس إلى الأبد. المذبح قدشا نهوي دخرانا دوث لتمريان ميدالا Yeah.
الأطارك والأساقف وجميع الكهنة والشمامسة والفتيان والعذارى الذين رقدوا وخرجوا من هذا العالم بالإيمان الحق، وجميع والدينا وإخوتنا بنينا وبناتنا، وجميع رؤساء الدول، وجميع الأنبياء والرسل والشهداء والمعترفين من بلادنا ومن سائر البلدان، ليمنحنا الله الذي كللهم يوم القيامة رجاءً سعيدًا وميراث الحياة في ملكوته السماوي. يا رب لك الشكر والسجود والإكرام على نعمتك الغزيرة التي بها أهلتنا بالرغم من خطايانا للاحتفال بسر جسد المسيح ودمه. نسألك أن تعيننا للقيام بهذه الخدمة بمحبة كاملة وإيمان حار، ونؤدي لك المجد والإكرام والشكر والسجود هاشا ووخل زوان والعالم علمين. آمين. شلام تبادلوا السلام بمحبة المسيح. طيب ثيد مراني شعم شيحا حب دالها آوى شوتا بوثد روحة قدشاته وعم كلان هاشا ووخل زوان والعالم علمين. آمين. العيل نهوان مدعايكون وثمان الدورة إسحاق إسرائيل ملكا شاقا قربانا لها ماركون مثقارا يا
الآن ومع الكروبيم القديسين والسرافيم الروحانيين يقدم المؤمنون السجود لعظمتك وهم يصرخون ويسبحون بغير انقطاع ويتنادون قائلين للياه ودويشت ليم نساو لحمة بيذاو قدي شاثا وارم عينا والواثاخ ألاها أوي أحذ كل وودي لا خواريخ وقصاو يا ولث الميذاو كذا مار ساو أخول مني كل خون هنا وبغر دعا لبيكون مثقصي شو قانا دحطاهي ها خنا من باثر دحشيم ساو بيذا وقدي شافا كاس دخيا وودي لا خواريخ يا ولث الميذا وكذا مار ساو اشتاو مني كل خون هنا ودم دثيا ثيق احذت دا العالم رازد هيمانوثا دحلا بيكون وحلاب سقيه مثل شيذ شو قانا دحطاهي كل ما
أفد عودي تنهالين الدخرانوم عديتون ونصرت طبيعتنا الضعيفة بمراحمك الفائضة فعلى كل هذه النعم نرفع لك المجد والإكرام والشكر والسجود هاشا وخلزوان والعالم علمين نضعيكم صلى رب القدير اقبل هذا القربان الذي نقربه لك عن جميع النعم التي أفضتها على الطوباوية مريم دائمة البتولية جميع الآباء الأبرار والرسل والأنبياء والشهداء والمعترفين تقبل يا رب هذا القربان الذي نقربه لأجل الكنيسة المقدسة الجامعة في كل مكان وخصوصاً لأجل آبائنا القديسين مار فرانسيس بابا روما مار لويس الباتريارك كل الأساقفة والكهنة والشمامسة تقبله يا رب لأجل شفاء جميع المرضى والمتألمين وامنح إخوتنا المتوفين على رجاء القيامة السعادة الأبدية تقبله يا رب لأجلنا نحن المنتظرين رحمتك ولا تعاملنا بحسب خطايانا بل أهلنا جميعاً للمغفرة بفضل هذا الجسد المقدس الذي نتناوله بإيمان حق إحساناً منك تقبله يا رب لأجل هذا الوطن الأردن وسكانه وهذه المدينة وأهلها صنهم بقدرتك من كل الأضرار والآفات وامنحنا أمنك وسلامك كل الأيام ونحن أيضاً يا رب عبادك الضعفاء المجتمعين باسمك والقائمين قدامك الآن وقد قبلنا بالتواتر عن آبائنا أحسمه ابنك إننا نحتفل بتسبيح وفرح بهذا السر العظيم الرهيب المقدس المحي الإلهي سر آلام ربنا ومخلصنا يسوع المسيح وموته ودفنه وقيامته قفوا هادئين وخاشعين وصلوا السلام معنا نثمار روح قديشة وليأتي يا رب روحك القدوس ويستقر على قرباننا هذا ويباركه ويقدسه غفرانا لذنوبنا صفحا عن خطايانا رجاء سعيدا للقيامة من بين الأموات حياة جديدة في ملكوت السماء مع جميع الذين أرضوك وعلى هذا التدبير العظيم العجيب الذي حققته لنا نحمدك ونمجدك دوماً في كنيستك المفتداة بدم مسيحك الكريم أيها المسيح السلام عطرنا يا ربنا وإلهنا بعطر محبتك الزكي واغسلنا به من أدران الخطيئة أيها الراعي الصالح الذي خرج باحثاً عنا فوجدنا وسر باهتدائنا اغفر لنا برحمتك خطايانا وذنوبنا التي نتذكرها والتي لا نتذكرها آمين بارخ ما تقربنا يا ربنا وإلهنا رحمتك من هذه الأسرار المقدسة
ونحن غير مستحقين. حقا نحن غير مستحقين. نقترب يا رب مؤمنين باسمك الحق من هذه الأسرار المقدسة، نكسر بحنانك جسد يسوع المسيح ونسمه بدمه الكريم. باسم الآب والابن والروح القدس إلى الأبد. يوسام دم سيدنا يسوع المسيح بجسده المحيي. باسم الأب والابن والروح القدس إلى الأبد. يوسام جسد سيدنا يسوع المسيح بدمه الغافر. باسم الأب والابن والروح القدس إلى الأبد. ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس معكم جميعا الآن وإلى الأبد. Yeah.
حسح طاهي وساخ الواثد عودي اغفر يا رب خطايانا وزلاتنا، قدسنا بنعمتك لنكون أهلاً للوقوف دوماً أمامك بقلوب نقية ووجوه مشرقة وبالدالة التي أعطيتها لنا رحمة، ندعوك معاً قائلين: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفافنا اليوم، واغفر لنا خطايانا كما نحن أيضا نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجربة لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والتسبحة إلى أبد الآبدين. آمين. إن مريا لحلثانا ألا أنطى وواو من يا رحمة، باعينا من أخو مثكش بينان إلسغ آدم رحمن وثاف. لامار لامار تعي ليل اللسيونة إلا برق وبصن من بيشا وحي لواثي مطل ذي لاخي ملكوثة وحيلة وعشنا وغباروثة وشلطانة بشمية ورا هاشا وخلزوان والعالم علمين. آمين. شلاما عم خون عما شيايب شلموثا هذا وقديشا حاذ برا قديشا روحا قديشا شوحا لا قدس أجسادنا بجسدك المقدس
واغفر ذنوبنا بدمك الكريم، وطهر ضمائرنا بحنانك أيها المسيح رجاؤنا إلى الأبد. آمين. بارك ما موهوثا طيبوثا محيانا مارني شعم شيحا اشتملي برحمي عم كلان سيحاوبي شوايني دوخو اليومي
موهبة نعمة الروح القدوس اقتربنا واشتركنا في تناول هذه الأسرار المجيدة المقدسة المحيية والإلهية لنقوم جميعنا سوية ونمجد الله واهبا. يصلي السلام معنا. نقف ناخذ بركات القيامة، نجاوب بعد كل بركة آمين. بارك يا رب شعبك المقدس وكثر فيه السلام. بارك يا رب كنيستك المقدسة وأسس فيها السلام. أحرس يا رب أبوينا القديسين مار فرانسيس الحبر الروماني الأعظم ومار لويس الجاث أليق الباتريارك، واحفظ في أيامهما الكنائس كلها في السلام. بارك يا رب الكهنة والشمامسة والجوق وقدسهم بالسلام. بارك يا رب ملك هذه البلاد ووفر في عهده الخيرات والسلام. بارك يا رب الشيوخ واحفظ حياتهم بالسلام. بارك يا رب الشبان ليسلكوا في طريق السلام. بارك يا رب الأطفال وهذبهم بالسلام. بارك يا رب شعبك المسيحي بأسره ليحتفل بأعيادك المقدسة بالسلام. بارك يا رب شعبنا العراقي وشعبنا الأردني واجعلهما ينعمان بالسلام. بارك يا رب العالم كله وانعم على جميع الشعوب بالسلام. ومتى ما احتفلت يا رب العيد العظيم والقيامة العامة وأكملت الأسرار والرموز والأمثال، نستحق جميعنا أن نفرح بفرحك ونتمجد بميراثك، فنصعد المجد والشكر بواسطتك لأبيك ولروحك القدوس الآن وكل أوان وإلى الأبد. قام المسيح قم لي ماراً.